طرائف مضحكة يوم محاولة انقلاب الصخيرات على الملكة الراحلة الحسن الثاني. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. كشف أحمد المرزوقي عن وجه آخر لمسلسل محاولة انقلاب الصخيرات الفاشلة التي قادها الكولونيل محمد عبابو ضد الملكة الراحلة الحسن الثاني. فقد قدم المرزوقي في سابقة هي الأولى من نوعها روايات طريفة تخللت هذا اليوم، وكان أبطالها كل المشاركين في مسلسل المحاولة الانقلابية ضحايا وجلادين من جنود وجنرالات وشخصيات بارزة وسفراء وخدام القصر وآخرون. يوم 10 من يوليو سنة 1971 أقيم حفل بهيج بمناسبة تخليد الذكرى 42 لميلاد الملك الحسن الثاني بالقصر الملكي بالصخيرات الواقع قرب الرباط العاصمة، وهجوم 1400 جندي على القصر مخلفين حوالي 100 ضحية، كما جرح أكثر من 200 شخص. ونجى الملك بأعجوبة عندما اختفى في أحد جوانب المكان، وقد سحقت قواته الموالية المتمردين في الساعة نفسها التي تلت الهجوم، وقد أدى الحادث إلى مقتل 10 الضحايا الذين كانوا مدعوين إلى الحفل، وضمنهم سفراء ووزراء مدنيون وعسكريون. وسيقول عسكريون متورطون في المحاولة إن العقيد محمد عبابو جلب العسكريين من قاعدة هرموم التي تبعد عن فاس بحوالي 60 كيلومترا في منعرجات الأطلس المتوسط إلى الرباط تحت ستار تنظيم مناورة بالذخيرة الحية. لكن العقيد كان ينسق مع الجنرال محمد المذبوح كبير الضباط المرافقين للملك، وشقيقه محمد عبابو الذي برز دوره في تفاصيل المذبحة التي جرت في فناء القصر في يوم مشمس. وبحسب شهود عيان فإن خلافات وقعت بين الجنرال المذبوح والعقيد عبابو حول وضع الملك الذي كان توارى عن الأنظار بمجرد بدء إطلاق الرصاص وانتشار الجنود الذين كانوا يحطمون أي شيء يجدونه أمامهم. وسط هذا الإعصار الدموي ستتخلل أحداث الصخيرات العديد من الوقائع الطريفة، وهو الجانب الضليل الذي لم ينتبه إليه جل المهتمين بالواقعة. وقد كشف أحمد المرزوقي جوانب من هذه المشاهد المثيرة، وهو الذي وجد نفسه مع كافة منتسبي مدرسة هرمومو متورطا في محاولة انقلابية كان يقودها قائد المدرسة آنذاك الكولونيل أحمد عبابو ضد الملك الحسن الثاني. ولعل من أكثر المواقف طرافة ما أصبح معروفا في الصالونات السياسية للمخضرمين بركضة قدير الشهيرة. ويروي أحدهم أنه بينما كان الملك جالسا مع صديقه ورفيق مساره السياسي أحمد رضا قديرة، هاجمته جيوش المتمردين يوم 10 يوليو سنة 1971، وحين شرعوا في إطلاق الرصاص كان قديرة أول السالتين. ويروي الصحفي والكاتب ستيفن هيوز في كتابه مغرب الحسن الثاني أن أحمد ريدا قديرة ترك مجلسه مع الملك وتحرك هاربا بسيارته، وعندما اعترضه الثوار طلب قديرة سائقها أن يتحرك ليتمكن من الهروب. بعد هذا الحادث الملك منساش ركضة قديرة هاربا، في كل مرة وأثناء الجلسات الخاصة للملك كان يذكر صديقه بركضتها المثيرة للضحك يوم الانقلاب. أثناء مداهمة القصر وإطلاق الرصاص على ضيوف الملك وقعت حادثة طريفة أكدها أكثر من راو، تقول إن أحد الجنود وضع ساعة مسروقة على يده وقال لزميله فرحا بغنيمته: جات معايا. لاحظ الضيوف منذ البداية حقد الجنود على الأثرياء فترى أثار حنقهم، ولهذا تكالبوا بعدوانية كبيرة على كل الأشخاص الذين يحملون أشياء ثمينة، فعمدوا إلى الاستيلاء بعنوى على العقود والسلاسل اليدوية والساعات الذهبية والخواتم، ويسلبونها من أصحابها ويرمون بها في الشاحنات. واقعة طريفة كان بطلها أحد جنود مدرسة هرمومو العسكرية، يقول مصدر: لما خرجت من القصر صادفت لاجودان خرشاش يجمع أنبوبا مطاطيا لسقي العشب في ملعب الغولف ليضعه في الجيب، ولما رآني قادما نحوه خاطبني بقوله: شوف مون ليوتنان، هاتي مزيان خصنا ناخدوه باش نسقيو به الجردة في المدرسة هرمومو.
المحجوبي أحرضان زعيم الحركة الشعبية أسيئت معاملته من طرف الطلبة الضباط الذين تظاهروا بأنهم لم يتعرفوا عليه وقد أمروه بخلع حذائه ففعل، ولكنه ثار وأزبد عندما طلبوا منه خلع ملابسه وصاح فيهم: أوهو إلا هذه، أنا ماشي قرض. وسرعان ما وضع تدخل سرجان من نفس منطقة أحرضان حدا لهذه الحكاية، كان حقا مشهدا مثيرا. إذا كان بعض الجنود قد قلبوا الموائد والطاولات، فإن البعض منهم قد استغل اللحظة لملء البطن. ضبط ضابطي صف مختبئين في إحدى الغرف يلتهمان الكسكس المخضر بالدجاج، عندما نبههما رئيسهما إلى فعلتهما أجابا بأنها فرصتهما لأكل الكسكس الملكي. جندي آخر أجابهما بغلظة: علاه تكونوا عارفين آش كيتسناكم، غادي يكون عندكم الوقت الكافي باش تهضموا. في عز الغليان الدموي سيقول أحد الجنود لزملائه إنه لا يفهم شيئا بالأمس، أخبروه بأن الأمر يتعلق بمناورة، وفي الصباح ولات قضية عناصر نخبة. المسكين لما نزل من الكاميو ما عرفش فين هو، ولما رأى الدم على العشب ظن بأنه معمل طماطم. شرح له زميله كل شيء ولم يصدق المسكين ما رأى وسمع، فأجاب بنبرة المحبط المنهار إنه بعد 25 عاما في خدمة الجيش الفرنسي خدع مثل واحد جديد، ثم أطرق مليا وأردف بأن الخطأ ليس خطأه وبأنه شارك في الحرب العالمية الثانية ثم حرب الهند الصينية، وقد علموها الهجوم والحصار والفراسة ونصب الكمائن والمصارعة، لكنهم لم يعلموه أبدا كيف يقوم بانقلاب. انفجر زميله ضاحكا وقال: في فرنسا لا يقام انقلاب. أحد الجنود كان كثيرا ما يفصح لزملائه بمدرسة هرمومو عن حلمه في أن يرقص يوما فوق ظهر جنرال، وها قد تحقق حلمه، لكن الثمن كان باهظا. فخلال مداهمة قصر الصخيرات وبعد أن اعتقل ضيوف الملك رهائن، حيث ظلوا واقفين رافعين أيديهم معرضين لإهانات واستفزازات الطلبة الجنود، قام أحدهم بطرح الجنرال دريس بن عمار العالمي الذي كان الماجور العام السابق للقوات المسلحة الملكية ووزير البريد، وأخذ يمشي متعمدا على ظهره وهو يتحدث ساخرا إلى زملائه ويرقص، وكرر مرارا حركاته البهلوانية حتى يثير بطل حاسي بيضة. الجنرال منساش ليه. بعد فشل المحاولة الانقلابية جاء ابن عمار يبحث بنفسه عن هذا الطالب وسط الانقلابيين المسجونين في إحدى السكنات، وهو البحث الذي ذهب سدى لأن المعني بالأمر اختبأ في المرحاض. فجأ جندي زميله الضابط الشاب كان يدعى بيزانو أمام ثلاجة يسلب ما فيها، فسأله زميله كيف تأكل في مثل هذه الأوضاع والطلب على حافة مصيبة. أجابه بهدوء وهو يمد له صحنا به فرولة وقنينة حليب بأن هذا الشيء قضية جنرالات، ونصحه بأكل الفريز راه زوين ويشرب الحليب البارد لأن في الخارج كاين الصهد. أخذ زميله مما عرض عليه واقترح عليه الضابط الارتياح في الظل. بعد سنوات من الاعتقال في سجون تزممارت سيتذكر زميل الضابط هذه الواقعة وسيردد: آه لو كنت تعرف يا بيزانو العزيز الحرارة الجهنمية التي كانت تنتظرنا والظل الذي قبعنا فيه حتى أصبحنا رميما لما أكلت تلك الفاكهة التي كانت بالنسبة لنا مثل تفاحة آدم. لدى سماع أولى العيارات النارية تهمس البعض ضاحكين: إنها واحدة أخرى من مقالب الأمير عبد الله، فقد عودنا على مثل هذه المفاجآت. فرد أحد السفراء ناقما: إن كان الأمر كذلك فهو أسوأ مقلب يمكن تنظيمه. كانت الموائد قد مدت وعليها ما طاب من مختلف صنوف الأكل. قبل ذلك استغلت بعض الشخصيات الفرصة لممارسة السباحة أو الغولف، والفرق الموسيقية تشنف الأسماع، علما بأن عددا هاما من نجوم الطرب العربي كانوا قد أطروا الحفل الموسيقي الساهر ليلة قبل ذلك، من بينهم صباح وفريد الأطرش، محمد عبد الوهاب، وعفاف راضي، عبد الحليم حافظ وغيرهم. كانت السحب قد بدأت في الانقشاع عن سماء الصخيرات عندما كانت أفواج الشاحنات العسكرية المسلحة تشق طريقها من بوقناد إلى الصخيرات، إذ كانت السماء ذلك اليوم مكسوة بغيوم كثيفة منذ الساعات الصباحية الأولى.
إنها واحدة من الوقائع الطريفة التي يحكيها إلى يومنا هذا عدد من ضيوف الملك الراحل. أحد جنود مدرسة هرمومو كان يطلق النار على عواهنه ويصرخ كالمجنون والخيل. والغريب أن هذه العبارة التي لا زالت تتردد على مسامع بعض ضيوف الملك هي نفسها التي كان يرددها الراحل دريس البصري عندما كان يرمي بالكرة بعصاه في ملعب الغولف. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم بخير وإلى اللقاء.